يا إلهي، لقد انتهت العطلة الصيفية وهذا أول يوم في المدرسة. بسرعة كبيرة بونيا، هل استيقظت؟ ألم تستطع إيقاظي مبكرا؟ إذن علي أن أوقظ الجميع. بونيا، هل استيقظت؟ إذن علي أن أوقظ الجميع. إذن علي أن أوقظ الجميع. يانا، هيا بنا، استيقظي. تيانا، هاي تيانا، طلبت منك ألا توقظيني مبكرا. يانا، ماذا تقصدين؟ ألا أوقظك مبكرا؟ هل أنت على ما يرام؟ اليوم أول يوم في المدرسة، هيا بسرعة استيقظي وأيقظي لياليا. تيانا، لا تصرخي، هذا يكفي، فهمت، انتهت العطلة الصيفية. حسنا، سوف أوقظ لياليا. هي يانا، اعتقدت أنك لن تحدثيني حتى الساعة 12 ظهرا، علي أن أنام كثيرا. ياليا، لماذا تصرخين؟ ولماذا أنت غاضبة اليوم؟ وأنا أيضا أريد أن أنام كثيرا. في الواقع، هيا استعدي، علينا أن نكون نجمات اليوم، إنها أول أيام سبتمبر. ياليا، المدرسة، لا تنسي. أنا أكره سبتمبر، سأستحمله هذا العام. إذن ديانا، هل أنت مستعدة لهذه السنة الدراسية؟ أوه ليالي، أنت بحاجة إلى المكياج، تبدين بشكل سيء. تبا، لم أضع طلاء الأظافر البارحة، تبا علي أن أطلي أظافري. السيدة الجميلة، حان الوقت الآن، عليهم ألا يقولوا لي أن تنورتي قصيرة جدا، سوف أغضب كثيرا. إذن فتيات، هل أنتم مستعدات للذهاب إلى المدرسة؟ أوه يا إلهي، سنذهب إلى المدرسة الجديدة. لياليا، ألم تحصلي على قسط كاف من النوم؟ لماذا أنت غاضبة؟ لنتمنى لنا جميعا ألا يكرهنا أحدهم، وأن يكون لدينا مدرسين طيبين في المدرسة. توقفوا، توقفوا. أين ناستيا؟ ناستيا، يانا، هل ناديت عليها؟ تبا، لقد نسيت ديانا. يانا، كان من الأفضل ألا تنسي أن توقظيني. لياليا، اهدئي، من الواضح أن ناستيا ما زالت نائمة كالعادة. ناستيا، استيقظي، وإلا تأخرت على المدرسة. لقد قلت البارحة أنك ستقومين أول واحدة فينا. فتيات، أنا لا أهتم ما قلت، سوف أفوت اليوم الأول. ماذا؟ ناستيا، إن لم تقومي الآن وترتدي ملابسك لن تدرسي في هذه المدرسة الجديدة. حسناً حسناً، أعطوني دقيقة، هذا كل شيء، أنا ذاهبة. ناستيا، أمامك فقط نصف دقيقة، أسرعي. توقف عن الصراخ. إذن علي الذهاب إلى هذه المدرسة. نعم، سأذهب إلى نفس المدرسة مع ديانا. لماذا؟ عليهم أن يتقبلوا، أنا سأفعل كل شيء لأكون مقبولة هناك. ماذا تقصدين؟ لماذا؟ يتدرب اللاعبون هناك، أليس كذلك؟ فتيات، بسرعة، أسرعوا، وإلا تأخرنا سوف نكون الأخيرات. ناستيا، أنت من ستلامين على هذا التأخير. اهدأوا يا فتيات، سيكون لدينا الوقت، ونحن في الواقع نحن المشجعات، ليس علينا أن نأتي مبكرا. إذن فتيات، توقفوا عن التجادل وهي بنا إلى المدرسة. الفتاة الخضراء؟ ماذا؟ ما الذي تفعله هنا؟ ديانا، ديانا، أرجوك خذيني معك إلى المدرسة، أريد أن أدرس في مدرستك، أرجوك، أرجوك. أيتها الخضراء، هذا غير ممكن، هذا يكفي، لقد انتهى المخيم، وليس عليك أن تقفي هكذا أمام بوابتي. يا خضراء، لقد سئمنا منك حقا. يبدو لي أن والداك تخليا عنك. لا أريد الذهاب إلى مدرسة أخرى، أريد أن أدرس في مدرستكم، أرجوكم خذوني إلى مدرستكم، سأكون كيفما شئتم. حسنا يا خضراء، لكن إن درست في مدرستنا سيكون كل شيء حسب قوانيني. حسنا حسنا،
هيا اركبي. ديانا لماذا أخذتيها معنا؟ ستكون هناك فوضى. فتيات لا تقلقن، كل شيء سيسير على ما يرام في مدرستنا الجديدة. أجل فتيات، الخضراء ستكون ممتعة في المدرسة. حسنا ابتعدوا قليلا سأجلس معكم. يا خضراء تصرفي بأدب. مدرسة باتريك تعال هنا، أتمنى ألا تبحث عن الفتيات الجديدات في المدرسة. بالطبع لا جيجي، أنا فقط معك. اسمع توقف عن النظر إليهن. ماروسيا سندرس في المدرسة الجديدة مع ديانا، هذا رائع جدا. أجل لكني لا أريد أن تكون ديانا متحكمة. مدرسة من هذه؟ أعتقد أنها لديانا لأنها لا تريد أن تفترق عن المشجعات. إذن إن كانت هذه مدرسة ديانا يمكننا عمل أي شيء نريده. لا تفكر بأن ديانا سوف تسمح لك بهذه الفوضى. رفاق أهم شيء أننا سنكون الأفضل هنا. تخرجوا لاعبو كرة السلة من المدرسة والآن لن يكونوا هنا. أجل وجميع الفتيات الجديدات سوف يكونوا صديقتنا. ماروسيا هل يوجد واي فاي هنا؟ لدي فكرة. كوكو ماذا؟ هل تحلم بالفتيات؟ رفاق اهدأوا نحن نراقبكم. تبا لماذا دعتهم ديانا إلى هذه المدرسة؟ اهدأ. من القادم؟ ماكس هل تعجبك هذه المدرسة الجديدة؟ لا بأس بها. أرى أن الخاسرون قد جاءوا إلى هذه المدرسة أيضا. ماذا؟ الخاسرون؟ هل أنتم سعداء لوجودكم مع ديانا؟ ماذا؟ لاعبو كرة السلة هنا؟ تبا إنهم يثيرون جنوني. اعتقدت أنهم تخرجوا من المدرسة السنة الماضية. ماذا قال؟ أخرجوا من هنا، لقد تخرجتم. اذهبوا إلى الجامعة. رفاق أنتم لستم الأفضل الآن، لقد عادوا من جديد. أوه براوز، إذن يا رفاق هل سنقضي الوقت هنا؟ أجل براوز هذا مكاننا الجديد. أجل إن الخاسرون لقد جاءوا هنا للتو. هل أنت مهتم بفتيات المدرسة الثانوية؟ براوز أعتقد أننا سنقضي وقتا ممتعا. انظر لقد جاءت المشجعات. مرحبا أولاد. مرحبا فتيات. أوه عزيزتي هي الأجمل كالعادة. صديقاتنا هنا جميلات أيضا. تبا ماروسيا أعطني الحلوى. وأنا أيضا. قالت لي أمي ألا أتشارك مع أي أحد. تبا ماروسيا أنت كبيرة، بماذا نصحتك أمك؟ ماروسيا لقد أصبحت كبيرة. لأن أمي لم تشتري الحلوى للمدرسة بأكملها ولكن لي فقط. لقد وصلت المشجعات، إنهن جميلات كالمعتاد. سأعطي هذه تشوب تشوبس لديانا. رفاق نحن جميلات أيضا وليس فقط المشجعات. الخضراء وماذا تفعل هنا؟ لقد جاءت أيضا مع المشجعات. حسنا يا أولاد مرحبا بكم في المدرسة الجديدة. إسماعيل مرحبا، سوف تكون سنة ممتعة. ستكون هذه أفضل سنة على الإطلاق. لعب كرة السلة مرحبا. يا خضراء أخرجي. خضراء هيا بنا. كما تعلمين هؤلاء الأولاد لهم أما نحن وحيدات. الخضراء ماذا تفعلين هنا؟ كيف جئت إلى هنا؟ لا يمكن أن أتخيل هذا، لقد وصلت الخضراء للتو بسيارة المشجعات. أنا أدرس هنا منذ اليوم. تخيلوا أن الخضراء أقنعت ديانا أن تدرس في هذه المدرسة. يا خضراء أرجوك لا تلاحقي أصدقاءنا. أصدقاؤكم ليسوا نوعي المفضل. خضراء هيا نذهب إلى المدرسة. إذن يا أولاد هيا بنا إلى المدرسة. لكن تذكروا أولاد سوف تتمرنون هنا. أجل ولا تغازلوا فتيات المدرسة الثانوية. حسنا ماكس. لا لا. حسنا إذن أولاد هيا بنا لنذهب إلى المدرسة. حسنا
يا خاسرون، مرحبا بكم في المدرسة الجديدة إلى مدرسة ديانا. أعدكم إن أحسنتم التصرف ودرستم جيدا ستكون هذه المدرسة الأفضل في حياتكم. هذه هي القواعد لجميع المراهقين، وسيفوز فريق المدرسة في جميع مباريات كرة السلة، وسوف تحصلون على أروع ذكريات مدرسية. هل سيأتي هنا طلاب الثانوية؟ براوس، هل تريد ذكريات رائعة مع طالبات المدرسة الثانوية؟ لا لا، إذا توقف عن الحديث، لنذهب ونرى المدرسة. أجل. فتيات، يبدو أن الخضراء بدأت بمغازلة أصدقائنا. يا خضراء، إذن رفاق أقترح عليكم الآن أن تختاروا خزائنكم. إذن هذه هي خزانتي. أرتيم، سوف أكون بجانبك. اسمعوا، أنا أحتاج خزانتين. كاستيا وأنا بجانبك، وهذه هي خزائننا. فتيات، حسنا، خزائننا ستكون بجانب بعضها البعض. نحن معا. أجل، نحن المشجعات. حسنا، ستكون خزانتي هي الأخيرة حتى لا يمر أي ولد من أمامي. انظري يا خضراء، لدي فكرة، ستكونين صديقتنا ولن تغازلي أي من أصدقائنا. مرة أخرى، جولي، صديقك ليس نوعي المفضل. وما هو نوعك؟ أرتيم أم باتريك؟ فتيات، أنا أحب الرياضيين. ديانا، هل يمكننا التحدث؟ ما الأمر؟ ليس هنا، لنذهب إلى المرحاض. حسنا، ديانا، ماذا حصل؟ هذا بشأن الخضراء. لم يكن عليك إحضارها هنا ديانا. أجل ديانا، أنا أوافقهم. إذن ماذا حصل؟ سمعتها بجانب الخزائن، تلك الخضراء تحب الرياضيين. لا عجب أنها طلبت منا أخذها إلى هذه المدرسة. حسنا، ماذا علي أن أفعل؟ ديانا، ماذا تقصدين؟ ماذا علي أن أفعل؟ لم يكن عليك أن تحضريها إلى المدرسة معنا. أترين الآن ما الذي يحصل؟ انتهى المخيم، وتأثيرها على الأولاد لم يزول. اطردي هذه الخضراء، سوف تطارد براوز وسمايل. أنا لا أفهم، لا يمكنني أن أطرد أحدهم من المدرسة هكذا. لماذا ديانا؟ إنها مدرستك. ديانا، أنت تستطيعين صنع القرار. فتيات، إنها مدرستي، مدرسة المشجعات، وليست مدرسة تطرد الطلاب، لذلك لا يمكنني أن أطرد أحدهم. ديانا، لا يمكنك؟ نحن يمكننا. فتيات، أنا لدي فكرة. إن رأينا الخضراء تطارد أحد لاعبي كرة السلة ولو مرة، سوف أقوم بشيء ما. أتعيدين؟ فتيات، أنا أعدكم، لقد حذرناك. مولي، أيمكنني التحدث معك؟ بالطبع سمايل. ماذا تفعلين هنا؟ أنا أدرس هنا مع المشجعات. أنا لست مثل ديانا، إن لم تطردك ديانا سوف أطردك أنا. سمايل، لماذا تخيفني؟ أنا أعرف أنك في الواقع طيب جدا. ماكس، انظر، الخضراء تغازل سمايل بالفعل، لن نسمح بهذا. سمايل، حسنا، أنا أعرف أنك معجب بي. ديانا هي صديقتي، لذلك توقفي. يا خضراء، هل تغازلين سمايل مرة أخرى؟ والواحد فينا يحبك، ألا تفهمين ذلك؟ إنه أول يوم في المدرسة وأنتم تصرخون في وجهي. أنتم جميعكم تعجبونني، لكن لماذا لا تحبونني؟ فتيات، انظروا، الخضراء تغازل جميع لاعبي كرة السلة، هذا أفضل من مغازلة أصدقائنا. لماذا أحضرتها ديانا هنا؟ هوري! حسناً رفاق، هل أنتم مستعدون للدراسة؟ أجل! إذن هناك 11 جيم يدرسون، وهناك 10 ألف. رفاق، لا تنسوا الإعجاب في قناتنا وانتظار المزيد من الفيديوهات. الآن علينا الدراسة، وداعاً. أنا في المقدمة. لا، أنا صغيرة، سأجلس في المقدمة وأنتم في الخلف. لعبوا كرة السلة، من الرائع أننا جميعا في نفس الفصل. يا خضراء، لقد سئمنا منك. تبا، أنا مصدومة، صديقي في نفس فصل المشجعات، أنا قلقة. ليس فقط صديقك، أرتيم أيضا هناك. رفاق، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في هذه القناة، انتظروا المزيد من الفيديوهات الممتعة عن مدرستنا الجديدة. أنتم لم تروا أحدث فيديوهاتنا، وأتمنى أن تكونوا من الأولاد. أتعلمون يا مشجعات، أنا لا أريد أن أكون الأخيرة، سأذهب لأجد من يصادقني في هذه الفرصة. حسنا ناستيا، أنت قوية.